هنا تعتبر ده مصحة عالمي، مصحة عالمية، مصحة عالمية ما شاء الله. الحمد لله، وعلاج، وفي علاجات تانية برضو بذهب هنا. يعني هنا نقدر نتكلم عن السياحة العلاجية؟ لا، السياحة العلاجية. ويوجد مستشفيات في دهب بذهب تستوعب السياحات العلاجية، وما فيش ولا حالة كورونا جت في دهب. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الجو هنا مفتوح. الأماكن الطبيعية والشغل الإداري، يعني الطبيعة مدية إمكانيات خطيرة جدا طبعا، وإدارة موارد الطبيعة هو الأخطر. يعني إحنا ما كانش الألمان معهم أجهزة حديثة واستكشافات وكل حاجة، ما كناش عرفنا إن دي من أجمل مدن العالم. يعني هنا التقنية والتكنولوجيا صنعت التغيير مع الطبيعة بتاعتها. شيء يعني شيء وهمي. وفيها محميات طبيعية مشهورة جدا. فيها أعظم محميات غطس، وهي منطقة البلو هول. تنزلي تلقي الشعب أكنها حدائق بالألوان، الله، أصفر وأخضر وأحمر والكلام ده كله. اللي بينزل ينسى نفسه. الحمد لله. هنا